الحقيقة طبعاً إحنا سعداء ونحن في ختام هذا الملتقى، ملتقى سلام السعودية، واللي استمر على مدار يومين. الشيء الجميل هو هذا التفاعل الكبير يعني من الشباب والشابات والمهتمين ووسائل الإعلام، وهذا الشيء الحقيقة يعطينا دافع وحافز للمستقبل في إقامة ملتقيات مشابهة. يعني مشروع سلام للتواصل الحضاري أراد أن يساهم ولو بشيء بسيط في تقديم المملكة العربية السعودية كثقافة حاضنة للتنوع والتعايش والتسامح، وأعتقد أن هذا المنتدى قدمها بصورة صحيحة. فأنا الحقيقة يعني في الختام أود أن أقول يعني شكراً لكل الذين يعني شاركوا، سواء المتطوعين اللي حقيقة أيضاً قاموا بعمل عظيم في هذا الملتقى، أيضاً المتحدثين، وأيضاً الزملاء العاملين في مشروع سلام للتواصل الحضاري.